يا مساكم خير ونور وسرور وبركة من رب غفور. مساكم الله بالخير، كيف حالكم وكيف انتم؟ موقعي ما ادري انا في اي مكان، لكن اظني شو هالبيوت ها اللي ممكن يدلها، ما ادري وين بيوت غاوية، اعتقد تبي كلها بيوتها غاوية. خبرنكم انا وين بفطر، بفطر في الجميرة عند الشعافرة، وان شاء الله بفطر ان شاء الله اني اوصل على التيم، يعني ما تكون ما اتاخر على العرب، يعني انا ظهرني بتاخر كما ظني، الحين باقي 15 دقيقه والفطور الساعه من اوصل برمسكم عاده. انا الحين ما برو مرمس لان قدامي زحمه وايد، و يعني ما ادري شو بعد خلاص ما لي خاطر ارمس، ما عليكم الرمس، حط ما لي خاطر ارمس، اخاف اتخاده وانا اسوق ومكان ما شفتيته اول ودي يا ين بيت، تدرون متى يا ين بيت، تدرون متى ويا اول ويا منو؟ ويا طه بن عبد الجليل، قبل يمكن 27 سنة. والله يني انا عن ابو من يوم انا صغير سيراتي وهياتي كله ويا الكمبنية عن ابو، بل انا ما قديت كمبنية انا والله العظيم، يوم شوبت ويا الكمبنية، يوم انا صغير سيارات وياياتي ويا الكمبنية ويا عيال الكمبنية عنبو، بلاني ما قديت كمبنية انا. يا اخي زحمة قدامنا، هذا وين يقول لك تغلق الدرب، هذا تغلق الدرب بالحل المصري يقولون خنقة. يا حافظ على هالخيمة انفحح بخضر بعد، على بعد 300 متر الاتجاه نحو اليسار. يا ابو 300 متر يمنا شوفن، وهالخمس دقائق ما بطيعات يخفن، لا هذا كان خفن. ما زين اللي هالفريج يا حافظ عليه، انا اظن اللي هالفريج انجليز، سيايرهم سيايير انجليز. هو ليش قلت انا فريج انجليز؟ لاني ما اشوف درامات كشرم الزرفي، عاد لو فريج عرب تلقط درامات الكشرم عسر الدنيا مبسوره. خدمتهم كلها بقياس، يعني على ما قالوا قوت على اللي يموت، ولا نحن ما شاء الله عرب كله تول. هذا طريقي مال جوجل سوى مثل مخيط العمية، يمين ويسار ويمين ويسار، بعدني بوي اظني بنوصل عند العرب مره وقت اللي ذا، عشان حد يروم يصير هالنمونه كما علي السموحه والعذر، ان شاء الله دخيل الله ما يدنا ونحن في سيارتنا. ايه هو بعد 600 متر وجهتك على اليمين، يقول لك انا ما كذا قدمت ان شاء الله. كيفكم ابويا؟ هذا مجموعة ريون يحافظ عليهم. وجهتك على اليمين. هني هالبنية الغاوية نورة بنت حسين. هذه نورة بنت حسين. ما شاء الله على نورة، نورة وهي نورة، يعلى الله يحفظك. تسلم يا عبدالله، تسلم تسلم. هاي بوي نورة بنت حسين، بوي الشيخ بوي حمدان بن محمد بن راشد. الله طول عمرك. يا سلام. الحين حسين الشفار، أنا كم اللي ما تلاقيت وياك أكثر من 27 سنة. نعم والله أكثر بعد. كأني توني مفارج النكهة. زين. الربع اللي أنا ما شفتهم من سنين، يا غير يوم شفتهم متهردمين. متهردمين وايد، هذا واحد مثلا منهم. عزيز وغالي، عزيز وغالي، غالي يوم. السر اللي بعك تبارك تبارك الرحمن متماسك وغادي في النار. الرياضة، الرياضة. أنا الحين وصلت 50 الحمد لله. رياضة، لا تقطعون رياضة والله يا إخوان. الحمد لله. أنا فوق 70. ما شاء الله تبارك. أكل بعد الحمد لله. لا يوم إلا 70 بعك عيل فنان. زين أبو حسين. نعم. الناس بتعرف شو السر هذا اللي انت عندك؟ شوفوا يا جماعة الرياضة زينة والله يا اخواني، خليك جوتي في السيارة ومش اي مكان سوى رياضة، حتى لما في البلاد مثلا ساير حتى لما في البلاد في مهمة رسمية لو تمشي 45 دقيقة في اليوم مشي زين تفيدك، تحرك الدم، تحرق الدهون. في حر وما فينا على الحر وما ادري شو الحر، احسن شيء طال عمرك عشان تحرق الجسم، تحرق الشحم وتعرق، احسن فايدة الشحم. شوف سيكل بعد سمعت سيكل. نعم الله يطول عمره، مسوينا الحلبة والسياكل والعالم تسوق ليل ونهار ما يوقف. الحمد لله. رياضتك المفضلة والله طال عمرك المشي، انا وايد احب المشي، بتمشي في المول، بتمشي في الشارع، بتمشي على البحر، المشي بعدين ما في اصابات. اكلك كيف؟ اكلي طال عمرك العشاء ما كثر،
الغداء طال عمرك ما عندي مشكله بالريوق، بس العشاء ما كثر. ما شاء الله عليك انت طالع. ما شاء الله. قول امس مبارجني يا جماعه. ما شاء الله. الله يحفظكم ويخليكم. الصلاه والنظافه وقل المغتم والابتسامه. الحمد لله. ابن مهول عبد الله المري والنعم سيف بن علي الشعفار زيد صلاح سعيد محمد حسن مال الله السم جيب السم محمد رمضان احمد رمضان مطوعنا وهذاك العماني ومني هذا طارق الحمد القنصل الكويتي السابق والنعم فيصل الشعفار عبد الله الحاي عبد الله الحاي صد ابو وياي بارك الله فيك ناد منا نابو السلام عليكم ابو خمسين مرحبا 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 ملاي ولا يسدد ابوي جيبنا ها حمدان المزروعي والنعم عبد الله الشعفار عبد الله وهذا اخي خالد الحايه والله والنعم سعيد العماني ما شاء الله حارب الماس شاهين شاهين سلام عليك ابوي حارب جد متلاقي من هذا الرجال منو اليوم تحديهم في عز البطين الرجال لألف نيمه على ستوفه هذا هو تحيدونه اللي تحيدون في عز البطيط هي نعم راعي الجميره اللي لك نيمه ولك طير ولك تاج يا ربي متى ظالن متى محمد بن جمال الشعفار ما شاء الله عليك هذا ابوك الفناني يعني الله يحفظه الله يسلمك يا محمد ابوي بس لا خليت منكم بس ابوي بس من هالمساوق لا 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 بس لازم تجرب لا ابوي بس يعلني افداك بس ابوي زين بعيون خالي هذه ليه احنا لاحجتنا لله رب العالمين الله ستر وصلت على التيم زين كنت زايغ اني اوصل مخر زين وصلت وياهت العرب اذن دخلنا على الفطور الفطور على الله يحفظكم من مآدب بني اسرائيل مما تشتهي النفس تحيدوني في رمضان ما في كرم ما اصور انا المآدب والاكل لكن هذا خير عند البيوت كلها لكن عندهم شيء مميز شيء انا الاول اضرب الوصول في كل مكان ما سمعت شو تقول ابويا؟ يقول مساعد خالد فريد انا غلطت يوميه العصر ابويا بحد يشوفك ما يغلط انت اول شيء بطعم من الساقو وبرد بشرب باخذ لي فنيالين قهوه وبرد اخذ من العصيده اصبر علي ايه صح ولا لا؟ يارك الله خالي الله يحفظك يا سعيد يسلمك ويبارك فيك يا مرحبا يا مرحبا وين بلادكم بوي في عمان شيخي؟ ادم والنعم والنعم راعي ادم ادم عافيك تعالي وانا بصور زي الحين جالس اصور هو انا اصور هي زي وينها جالس اصور؟ اي بينكم نسمت عاد الحين بعدين انا بسيفها الحين السبت ما يباك تايلس عدالي سعيد ليش سمت ليش يا برادر هذا حبيب حاضرين تعال عم ربي خلقني تحيدوني امدح لكم الهريس تتمايطوا تتمايطوا فنان وما شي شراته وحب جاسي وحب لينو وغادي فنان ابدا ابوي الوطر هالي خطف من خلج تلين اليوم ثري ابوي ما اكلت هريس ابوي الهريسه هريسه الشعافه ابدا وارفع القلم هريسة الشعافة لحد يدور خدمة ابوي هريسة الشعافة فرع الجميرة لحد يدور شراهنا هاي طلعت ابوي تحت اشراف شمسة بنت خلفان المسعود يعني الله يطول بعمرها ويحفظها بنت خلفان بارك الله فيها وفي ان شاء الله درية طول حياتنا نحن من ثبتنا العبرة هريسة نتينا من بيت يارتنا عبرة المسعود بطين انزين ترى هريسة هريس ابوي ما بكل حد يخدمه وايد العرب اللي تخدم الهريس وايد اللي يطرون الهريس وايد اللي يطعمون الهريس يا غير هريس عن هريس تفرق الله يحفظهم ابونا الدهر كله اضرب الوصوف هريسه تقوم عفرا المسكين انزين يوم عدى اليوم لان شيء مخالف ترى تضح راعيه البيت هذا اللي انا فيه بنت اخو عفرا المسعود يعني خوصا بخوص ورقعه السم خصة خوصا بخوص بنت اخو يعني خوصا بخوص رقعه السم خصت خلي الفولات اللي وايد يمكن الذباح لا ينعد ولا ينحصن السمك بنوا حر بيان مشخور محمر برياني كم النمون كل شيء تسوي تشوي ثلاث اربع نمون ما في شيء ما بحاطينه منه يا غير هالي خبرك شايتين وحده عديت عليكم والحين بعد لكم الثانيه الاوليه اللي هي الهريسه
وثانيا نشوف شيء ما بصدقون شوف. هاي الثاني ابوي مسويني على الله يحفظكم مرقة عومة مسوي يعني مرقة عومة وعيش نثري. ما بعيش لبجي؟ لا عيش نثري يعني مرقة العومة. والله يا ابو دبيت الصحن لين عينه، وديتين دبيت العيش لين عينه. قلت في خاطري قالوا لي قبل، قلت لا انا ترى ما بضاري اكل انا المغرب لما تحيد من هريسه وشوربه. ما كنت كلت المغرب اكثر غير هريسه وشوربه وساعة دون ساعة سمبوسة مشواية، ساعة دون ساعة قبل تنعليها لين عاد الساعة واحدة في الليل يبتدي سحوري اللي تحيدونه إن شاء الله. حسين بس لا خليت منك، بس يا حسين، بس يا حسين، بس يا حسين، بس يا حسين، بارك الله فيك. عيس يا بك كلنا خدامك يا المقولة هاي سام عبده، هي كلنا خدامك يا البرمة ريال منا والحرمة. لازم نزيدك 4 كيلو اليوم. لا زدت اصلا. زين فاقول لكم الشاي الثاني مسوين مرقة عومة. والله يا ابوكم يا صرت ولا يمت لين ما العود احتلى. ارهم ابوي بالنعت والوصف هالجميلة بمرقة العومة. يعني شوف ترى شيء تول مسوين ما طريته هنا. اي اكل في الدنيا ما محطوط من كل شيء 3-4 نمونة. الفريد كذا نمونة، الشوي كذا نمونة، ما بعرف ذاك ما بعده انا. هذا اللي لفت انتباهي وانا طالع عماركم. ما يزقرني الصفير محب يصفر ما صدق ده. يوم بيقولوا لي خالد ولا ابو محمد صديت. ها كله ما يمزر راسي. انا فزت فيه اليوم. هي هديه كنت هذه هديه حقي انا؟ هديه من منك لك حمدان. هديه مني انا حق حمدان؟ الرمسة هالته الرمسة حين أبوية الجانسة الرمسة أيوة زين جايزة هاي من كنته الحمدان مني أنا الحمدان يستوي عادة ما أعرف شو داخل هالجاي. رد على موضوعنا فأقولكم مايو بهذا الوية غير المميز اللي محد سوى شراته كل شغله مميز رقم واحد أحسن على رقم واحد بعد. وانا روحي اخدم كل خدمه وبيتي اخدم كل خدمه ولا حد يخدم خدمتنا وخدمتنا ينضرب بها الوصوف يا غير شيء عن شيء يفرق. قل الحق ولو على انا ابوي ها شو ها حلاوه حلاوه بس ابوي علينا كم بناصرط بس لا خليت منك بس ابوي بس ابوي بس ابوي بس لا خليت منك بس ابوي بس هذا عندي حبيبي بطعم منك شيء شويونه يا ربي الحق. فأقول لكم كل خدمة عرفها واكل وين ما أسير ما واكل تحت الصندقة هاكل في خيمة هاكل تحت سناح هاكل عند الشيخ وعند عشيري آكل. خدمتهم في البيت هذا شيء لا صار ولا استوى. ولايتي يقولوا لك البيت اللي رمون رم ما حد يرم شراته فهو بيت الشعافرة اللي في الجميرة بيت حرقان. هاش الحين بس يا ابوي علينا لا خليت منك بس ابوي بارك ها لازم من الرهاش من هذا شوي ومن هذا شوي ومن هذا شوي بعد الله عليك السم يا سلام عليك بسم الله السم يا ربي عليك الله يحفظك اجيد وغالي والله يا كات والدنيا لك تسلم الله يحفظك يبارك فيك يطول بعمرك يا سم انت غديت مشهور الحين في الشويهات انت شاهد الله يحفظك انت بونك مشهور انا حياة ابن البيت حياة راشد الغافلة وخالة وسعيد الطاير وسعيد الطاير سعيد فنطوق يوم نحن لا عندكم خالي نعم زين نحن مشاهد بيتكم في الطرف هذاك نحن نحن في طرف بيت حياة الشيخة شيخة بنت سعيد على وين الدوار اللي فيه الطير دوار الصقر نعم دوار الصقر بشوف نحن بيتنا في الطرف مرة في الدرب ايه باعوا حياة ابوي ب60,000 كان ريال حد يبيع بيت ب60؟ تمتعد العرب ابوي من الرهش المان بس عليك ابوي بس عليك لا خليت منك الله الله في عمرك يا رجال سكر وضغط يا ابوي حسبي والله لي غادي من صيد امس كبري قديم
على الله يحفظك. من استويت غرامي الشواط من يوم انا ياهل ما يلس الا ويا الناس الكبار في السن، فلذلك خدت رمستهم وعلمهم وخبرهم كامل. اما ستينيات انا طايح في 60 في 63. عيز حيلك الحين. شوف الحين هذا سعيد ولد احمد بن محمود البلوشي، ابوه المعرف في العيل. هيا يا صوره، انا ما ابي يا صوره عيل، اذا مره تروعت انا ندوف. اجمل انسان كان في العين هو ابوك انت. جمال منظر، جمال منظر ومخبر وربعه طيبين، ربعه ابو خليفه هي عليه الجنه ونعيمها. اي نعم يسد هذا. بس احمد بن محمود من ربع الشيخ زايد الاوليين الخاصين، يعني مش بعد اي ربيع. سبحان الله احمد بن محمود ينضرب بالوصوف في الجمال يا غير ما شاء الله. سعيد ما لحق اظني، ما لحق تبوي توي تاخرت. هو ظهر هاي في الدحانه، شوف الدله اخر الدله، هذا ظهر في الدحانه. هذا ابوي مالك رخصه، مالك رخصه. ايلس ايلس خلينا نرمس وياك لين يميل العود ويحتني. اي نعم يا ربي احبك على فضله ويبارك فيك. الحين انت من ابوي؟ انا خالد من جمال الحاي. والله والنعم والنعم. ابوك جمال الحاي هاك الفنان اللي ينضرب بالوصوف الغاوي. حسين جمال الحاي خواله. اي انت الحين انت خوالك. خواله الشعافره. خواله الشعافره. تقول لي؟ خواله يقول لك حسين وجمال وعلي واحمد. والله والنعم والنعم فيهم وفيك. الله يطول ابوك يا ابوك. شي عندك مصور ابوك هربي؟ لا 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 جيج 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 جيج. ها سمعت ولا قال جيج؟ توتبت. بس عليك يا العماني، بس بارك الله فيك ما شاء الله عليك يا العماني. عيني يا ولد الحلال ما شاء الله، صدرك تدفع بمحمل على الله يبارك. ما شاء الله عليك ما شاء الله. هاي يوم يقول صدري يدفع بمحمل، هذا هو يطنون الرجال. هذا ابوي، هذا يوم يقول لك جمال جمال وهو جمال. شوف الزين، شوف الزين. ويا عاد ويا المعذب الشيوخ ويا الشيوخ الكبار على الله يحفظهم. ابوي الحمد لله انك شابهت ابوك. الله يطول بعمرك. الحمد لله انك شابهت. ما انا ما قصر بخوالك، لكن الحمد لله عاد رب العالمين خلق وفرق. الله يطول بعمرك يا محمد. حسين ابوي سامع جمال ابوي حبيبي، ترى لا احد ياخذ على نفسه في محض الجد. نحن عاد الخوال والنعم، لكن جدال الدهر كان يضرب بالوصوف اسم على مسمى. ما شاء الله. اي والله اي كان توه ظاهر صيت جمال عبد الناصر وسمى وقوم ابوه. فيلم اللي سموه جمال. هنا 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 في الامارات بعد شيء اغاني ثوريه لكن ما حد رابها عن حياه جمال. هذه صوره حياه زايدي عليه الجنه ويا احمد بن محمود البلوشي. شوفوا هذا احمد بن محمود وهذا صدق جاي. لا شبه خلي ولا كنه هي فرق ابوي الثرى عن الثريا. ابوه ويه ملائكي عليه الجنه. اخوه اي نعم محمد اي نعم السفير في القاهره. اي نعم شايفينه وعارفه. وابراهيم ابراهيم محمود يا سلام يوجه في الماشي. ها اقول لك هذا في الدحان ظاهر، هذا يقول لك ثلاثه لا يا ولا يبات اخر النسل. الله بالمستعان. شو هذا حينه؟ هذا فان مطرش لك اياه عقيل فلك ناس. فان فان انا ابوي ما داري فان. هذا هاي هديه عقيل فلك ناس. لا لا يا ودوب ودي حق مكران. هذا يا ودوب ودي حق مكران. خلاص حط لي السياره هذا حق مكران. ولا بطل وحده بطل. صدق هذا مكران؟ صدق اللي ياكلون الهنود الاول؟ بطل ششوي ششوي. اي هذا مجهز مرتب لا مسواي بطريقه شيوخيه ماشي. اي والله. ها شو رايك خالد؟ يا ربي بعد حد يا حد يستعمل فان هالزمان؟ يا ها الياسين يصورونك يا الضبعة. ها كله شافوه. الحين تبي مدح؟ مدحت ابوك مديحي في ابوك. ابوي يسد عن كل حد. اي نعم مدح ابوي. ابوك انت فنان. معلومه لازم تعرفها، ليه ما تحليها خدوده تحليه دوده
انت اصلك طيب وابوك زين سمعكم طيبه وانت عاد مبشين وايد شوي زين انت لك مش وجميل انت عادي يعني انسان طبيعي الحمد لله اخواتك يوجهون الماشي غير انت لا طاب طيبكم عاش حبيبكم الله يحفظك يا سعيد يعلك في داعي والسر على موايه ترى اللي ضحك سوالف مغيه يعلى الله يحفظك يا سر امورك انت بالاخص ابوي يي لك خصوصي عيوني هاي تيك يمنه قبل يسرى بيك والله يا ابوك لو تحت ظلت غافه لو تحت قبل شوي كانت نقبه ولا حبه ولا هاي جديده كم كبرها عاد كانت عوده حبه العود على الله يحفظك اكبر من السماء ولا الله يسلم يلا اخوان ها شو ابوي يوم هذا شو يتقن بسارة قاعد بعد يلا قبل شيء حليل حرام عليك تعال تعال يلا ابوكنا يتقن بسارة لا يا حبيبي انت تحراني عنصري لا الناس ابوي كلها واحد ما يلا ما يبغى له رمسه يا صوره ترى صوره بعد كل ما في زين على الله يحفظه ابوي لازم تعديل هو صوره عمي بس صوره عمي يا خالدي يلا ويا خالدي والله هو نجم الامارات صراحه صور انت صورنا طب جاك وين ابوي ها طب جاك وين بن بن باليوعان هاي صوره منو بالله عليك الحين محمد الله يحفظك ما شاء الله ما شاء الله وياك انت يعلى الله يحفظك يبارك فيك يطول بعمارهم عندها بطولات واسامي مميزه في الخيول في الركاب الا انت بطولتك يعني ما خلو منك على الله يحفظك يعني تسلم هذا خمير بعد الحين لازم اكله لازم تاكله يا رب حار هاللحظه ميوب يعني عمرك عمر شعيب النبي يا حسين الله يطول بعمرك بس لا خليت منك بس حبيبي بس لا خليت منك بس ابوي بس بارك الله فيكم ان شاء الله بطعم منه من وحينا نزيب براكم بوين سهرة مار الله أنا من الدكتة هاي ستة عودة الدكتة وايدة وايدات الدكتة هذه واحدة من غيرها لا اسم الله عليهم دكتة المضيف يا بوكياني ولا يا صصرة بقيت تريق لا اغتنم الفرصة وعزرت يعني الله يحفظك يا سر سيف الشعفار الله يحييك لكن ما بتخيل شكرا على حسن الاستضافه وعلى حسن الاستقبال وبارك الله فيكم كلكم مره ما واحد دون عن الثاني من اصغر واحد شعفاري لين اكبر خاص لك يا السمت انت ابوي صرايت الفريق انت ابوي انت البركه وخيب لابد من هالمويه بس عاد يلا بوس اخر حبه انا احبك يلا بعد وحده هاي الله يحفظك الحين انت من ابوي؟ تمام محمد نسيب النعيم ايوه انت من ابوي فيك عرج العين اي نعم زين بارك الله العين ابو ظبي ودبي الا واحد وكل هالامارات وحمدان عمي مشكور لا خليت منك عزيز وغالي مشكور على حسن الاستضافه ولسعة صدرك وانك قهرت رمستي هذه كلها يلا لكن غير ادعي عليكم من غلاكم ولا علي ما تهون انت غالي يحبك ربك تحب الكعبه ان شاء الله امين يا رب يا رب يلا اخوي حافظ مال ابوي مشكور يلا الله يسلمك انت اللي مشكورين لا والله شرفيتنا شرفت البلاد والجميع كلهم يلا الله يحفظك يطول كله نزلنا هذا ما قصر يا ابوي قصر عنك الشر حبيبي لا يا ابوي اذكر بعد جابين بعسى اي دايه تصير ابوي بس ابوي شكرا 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 مشكورين لا خليت ابوي ها عق ابوي هني ها ما شاء الله تعقفي طوي انت ها اقول لكم صدري يدفع بمحمل شوفكم ترى ابوي حسين الشعفار قدم لي دعوه حق اصير وياهم يبي الخضر راواني صور اغرتني برويكم الحين من تليفونه كم من صوره المجموعة هذه منو بالله عليك؟ العام سايرين؟ هذا محمد راشد بن غدية والنعم محمد ملهوف
سيف الطاير النائب. وهذا طال عمرك سالم زين. والسعيدي ما حد؟ والسعيدي طال عمرك. لا السعيدي ما كانوا يعني أفا. السعيدي نقصنا في الرحلة أفا. لكن درجة الحرارة هني كانت تقريبا شر كانت درجة الحرارة؟ كانت درجة الحرارة وهني حتى جايين قايلين من أجمل المناطق في الخليج العربي بصراحة اللي هي اليبل الأخضر. وعندهم فنادق هم فندق طال عمرك عندهم القليلة وفندق جديد تو فاتح كملت يمكن 7-8 شهور يعتبر من أجمل الفنادق. فايف ستار؟ فايف ستار وحجرة كبار والفندق عود يعني؟ حجرة كبار طال عمرك وفي لوبي في مطعم انترناشنال وفي فلل نظام فلل فندق جميل. الفندق ضخم؟ الفندق ضخم طال عمرك وفي يعني كم غرفة فيه تقريبا؟ تقريبا في حدود يمكن في حدود 80 أو 100 غرفة. أيوة لكن يعني نظام فلل موزعة يعني. وين أنسب وقت حق اليبل الخضر؟ طال عمرك من شهر 10 لين تقريبا شهر 5 أو 6. ما شاء الله أجمل وقت أبرد وقت. بعض الأحيان ينزل عندهم ثلج. عزمين ولا؟ إن شاء الله معزمين السنة 4 أيام بنجلس بسير يانا إن شاء الله. إن شاء الله إذا الله جعلنا نحييه. وهذا ها مصك وياكم؟ مصك ويانا. الدليل كنت خب حيل محلب محلب يمكن خب حيل محلب. هذا في نص اليبل. أيوة هاي مناطقهم. هذا الفندق. أيوة هاي القرف. هذا الفيو اللي يطل على الوادي. يدخل الموقع هذا بوكينج. شو هو؟ booking.com. أيوة. لا ما هذا المكان ما له اسم. الفندق موجود. موجود فندق قليلة موجود. هذا إيه. اسمه طال عمرك. هذا اسمه البلاد الجبل الأخضر. هي إيه. هذا من أجمل الفنادق عندهم هناك. أيوة. لو قالوا الحمام هذا يبغى لا خل إيه. هذا كله حمام واحد. هذا كله حمام واحد. لو أنا ما ظهرت فيه كان ما قد إلا فيه. نعرف هالمعلومة. شو السواح اللي يجون هنا؟ السواح من كل أنحاء العالم يسيرون. أنا استغربت حصلنا من فنلند من أمريكا من نيوزيلند من أستراليا. مهم الفندق هذا والآن فنادق أكثر عن فندق شيء. أكثر عن فندق لكن تلقاهم يمشون في الوديان ويمشون على اليبل الأخضر وكل واحد شال كاميرته يعني شيء عجب. سبحان الله. الحين على الله يحفظك ساعة حانت ودائي. نحن نترخص. الله يطول عمرك. ترحى الله البركة فيك. ما قصرت. قدرية. تشرفت بشوفكم وتشرفت بالسلام والتحية على بنت خلفان الله يطول بعمرها ومشكورين على كل شيء سويتوه من لكم لين كبيركم. هذا بيتك وزارتنا البركة. نباها كل سنة وكل حول إن شاء الله. إن شاء الله. أنت واللي يعز عليك. يا الله يحفظك يطول. الله يطول عمرك. لبيت الحامل. مشكورين وما قصرتم. بارك الله فيكم. مع السلامة. أكرمكم الله. الله لا خلانا من هالشوف. لازم أعرف ترى ما سمعت القصيدة يوم قالوا في الجيمي مستجيمي ما مرت عليك؟ نعم مرت. قالوا في الجيمي مستجيمي وفي المعترض له بيت. في المعترض له بيت. تابع سكيك الجيمي يا حي من لاقيت يتنادى من بلحاني ومن عبرت بجيت حلب محلب وزعفراني على المناح الريت ما خلط بشوراني لف الضماير بيت انهب المغرباني يا قلب شو سويت ما عيب هما للعين. ها قالوا له قالوا المعترض والجيمي يفدون سكن العين. العين المعمورة ترف ورطبها زين طب الخوص محظورة ما يدور تنبطين تاخذ شهر منطورة مسقاية بهليين اللي هن العيني والداودي. يعني هي لازم الإنسان دائما يتحيز إلى مسقط راسه وإلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير. يعلى الله يحفظكم. حين الساعة 11:30 بتوجه من المزهر لين سيتي ووك. الباحة سرت وكانت السيرة حلوة واليوم عاد وصل عيسى بن عبد الجليل وعزمته هو وربعه هم كذي جايينها قبل و...
واستعزم والله، قال ان شاء الله لاجل خاطرك بي، برغم اني كنت جايينها، لكن قال لي حتى السيره العنوه العنوه لها مره ثانيه تستاهل العنوه. قال جيت ويا زتلي غير هاك اليوم نحن مستعيلين، وان شاء الله اليوم انه بنستانس اكثر، بتازم سهرتنا هناك وبنتسحر عندهم وبنرمس عندهم. قال لي بنرمس لين بسك، يوم بسك قلنا يلا. قلت ما تقصر يا ابو محمد. يا عاد ما شاء الله هو ربعه كلهم. يلا الله يبارك لك. اقول لك الباحي لسه نحو 3 ساعات، للساعة 2:30 تقريبا 3 ساعات قاصر لك خطفا في الخيمه كانهن 5 دقائق. يويل وساير وياي وعالم وحركه وانا الاول شو اتحرى يوم يقولون خيمه رمضانيه وخيمه رمضانيه. مره تدخل مكان ادخنه وعجوار تنوحده، هذا حاط في بالي والله يا ابوك اني ما دريت. تحرب غيم وزعيج وانغيج، ترى لا مكان هادي وموسيقى هادية وما أدري كيف، يعني شيء وايد جميل والله. يبني الموضوع يبني، وصرت البارحة واليوم بسير، ويوم أبوي حد بيدعاني ولا روحي بدع حد بسير ونص بعد. ليش أنا عزل عمري عن العرب ولا وادم؟ لا والله الروح تبقي عرق الأرواح، هكذا الميذوم يعزلونه. لا والله مستوت الدنيا الناس للناس. أبني لا خيام الرمضانية لا والله مثل الأسواق، سوق زين وسوق مبزين، محل زين ومحل مبزين، ومثل المطاعم، مطعم يتشاهد ومطعم ما يتشاهد، الحريم شيء من الحريم أبوي رمها يتشاهد وشيء من الحريم رمها شرات ويها، شو تحرون أنتوا؟ إنزين بس عاد عليكم من أوصل خيمة الليوان بسيتوك بسوي لكم سنابات وبنرمس لين هذا منه. يلا برايكم هذا. هاي يقول الدنيا أمهاتها، هذه الدنيا أمهاتها، خلق الله ما خلق. ما شاء الله المجموعة كاملة تبارك الرحمن، شباب ما أدري المكان تبارك الرحمن. مرحبا، هلا والله، هلا هلا هلا. كان لولايتي هذا هو هادي فنان، ما في صدع ولا في ديان ولا في بندريد، هي ماشي المكان وايد فنان. زين محمد الحين بيون وين بيجلس؟ مكان ماشي وين تجلس؟ وين تجلس؟ كله من بركاته. استغفر الله العظيم، بركات الله هذا. هاي يقول طر الجربة، هذا طر الجربة. هذا عاد احسن مصور في الدنيا العوده، مصور فوتوغرافي مميز، محمد بن الدوله. مرحبا. ما بغيت اسكر بيني وبين بلد الدوله لحينه. شو اسمه هذا؟ جعفر صالح. جعفر صالح. اول نزع ترصاد جعفر صالح. بعد يلبز مكثره. ها يوم اقول لكم ابوي ما سووا لي انا شيء لكم. شوفوا هذا مثلا فالوده، وهذا دونت، وهذا كوكيز، هذا خدمة بيوت، خدمة بنات يعني مواطنات. فمي على الله يحفظهم ما شاء الله خيمة الليوان مسوي كدعم للبنات التاجرات، يعني يشجعون البنات المواطنات في تجارتهم. شغلهم وايد زين، فأنا طعمت استعملت من البارحة، أو إني بطعم وحدة من هاي المضارب وخدت هنتين، وكان طعم فنان وغاوي. وهذا الباجي هذا. وجاسم حبيبي حيث كل هالعرب يقولون لي متى انتم باقي لنا 10 ايام بيوجه في رمضان؟ ان شاء الله بنسكر الخيمه بعد العيد تاريخ 15/7. كيف يعني 15؟ يعني بنكون شغالين ايام العيد وعقب العيد. العيد شيء يعني خيمه؟ نعم اهم شيء. قول والله. نعم على الغداء والعشاء. ما شاء الله. ونستقبلكم. اللي بي في العيد، في العيد في النهار وفي الليل شغالين؟ نعم. صدق والله؟ اي والله. لازم نستقبل ضيوف دبي. تهلكون؟ الساعة 12 الظهر. الليل الساعة كم تسكرون؟ الليل الساعة 3 الصبح. صدق والله؟ اي نعم. في ذمة؟ نعم. اشهدوا عليه. زين، شو اسمك أنت؟ ريبال. اسمك ريبال؟ ريبال، مش ريبان. ها، عاد مقوى. زين، هاي خدمتكم أنتوا؟ حلاوة مالكم أنتوا هني تخدمونها؟ حلاوة مال سريدان من أبو ظبي. محلكم هناك يعني؟ في عندنا محل هناك. في أبو ظبي. في أبو ظبي. سريدان هو تركيش ريستورنت موجود في ابو ظبي. ايوه مشكوري. اهلا وسهلا فيكم.
هلا فيكم في الشو وخيمة اللوان. انزين شوي شوي للزرعة على عمرك. شكرا. بصور شو البقلاوة بالايس. لا بصورك اول بادي انت وخلاف البقلاوة بالايس كريم. شايفينها في التلفزيون. انا وايدين خدمة. وين بعد هذه؟ هاي كمان سريدان. كمان شو؟ سريدان. سريدان يارك الله. هي سريدان. انزين تجي محشية الايس كريم العربي وسرفس بجنبه ون بول الايس كريم عربي مع يارك الله. شو اسمك انت؟ نبيل. نبيل بارك الله فيك يا نبيل. سهلا فيك. سلم على اهل سريدان ابي كثير السلام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ايوه يقول لك انت زرت الدوباي. هاي الدوباي تزرت لين عينها ما شاء الله تبارك الرحمن. مايد الهاملي سلام عليك. عليك السلام. كيف وصلت حق هالمكان انت خيمة الايوان؟ بركات الريال. طيب يا الله يحفظك يا مايد. الخيمة؟ والله جميلة. الحمد لله. الحمد لله. أنا بعد أقول زينة. أنا بالبارح من جيت البارح وهي جاية تستلي. أنت ما تجي للمكان زين. يعني تسلم. لك أودر عنك أنت. يا أصورك أنا الحين. حتى توك يوم حس وجهك من ناكي. هذه غاوي اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. ما ظني. بعد شوي بعرفك. زين يلا. بحد يصور حد في الحمام بعد تغير نمونه. يا هالغلي. أنا تعال شو اسمك أنت؟ نعم. نعم. امس غلام اليوم بعد نفس الشيء ما في جديد. نعم اي لازم كل يوم اسم جديد. حب تقول ما قلت لك. يلا انت شو اسمك ابويا؟ خليفه. خليفه عوض المهيري. والله والنعم فيك خليفه يا من هذا دبي. والله والنعم. هذا انت مشروعك صح؟ نعم هذا مشروعنا روسا بنتي وان. بنتي وان عباره عن شيء؟ والله يحفظك. روسا بنتي وان طال عمرك يعني شارع 71. نحن محلنا في سيتي ووك ويطل على شارع رقم 71. ايوه هذا حين منتجكم انتم. فهذا اللي تقدر تقول اكثر مبيعات. ايوه. فنحن شاركنا اخونا محمد هني وقلنا ان بنحط له هذا المنتج. هم حين هذا اللي عندهم من محلكم انتم؟ نعم محله هني قريب منهم دقيقتين بس. ايوه. وهان زي ها شو منتجكم؟ شو هذا وهذا هذا شو؟ تفضل. هذه كيكه الحليب بالزعفران. زين. وهاي طال عمرك من اكثر مبيعات عندنا. ايوه. فهي شيء مميز يعني. نعم مره من الاخر. ايوه. والباجيات شو هذه؟ هذه الكلاسيك. زين. هذه خطة الريد فيلفت وهاي خطة الثانية اللافندر. كلها. شو اللي أكثر عليه تمشي؟ هذه. ثانية. أيوة. هذه مرغوبة. هاي هاي منا وفينا. شوف أنت مقواك. أنت بكبرك مرغوب يا أبوك. على فكرة أنا سويت لك الإعلان هذا ترى لأني أنا أحب أشجع الشباب الفنانين المواطنين. هذه مبدعية. هاي في حب الله يسمونها ولا لا؟ عطني شيء انت؟ لا ايه تحمل يا ويلك رمضان. ويهك ابيض يا ابو محمد. مشكورين مشكورين. جماعه كفوا وزياده. جزاكم الله خير. مشكور يا ابو محمد عليا. زين ابوي انت شو اسمك؟ بارك الله فيك. سلم مسروق. مسلم بن منو؟ مسلم بن احمد. والله والنعم والنعم. وانت ابوي؟ محمد راشد مي. والله والنعم. عيسى بن عبد الجليل واربعه كلهم ترخصوا وساروا. ابوي بيرس انا وياك زين. هذا من الساعه على الباقه زين. يلا ساعدكم مره. يلا يعطيكم برد لكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. زين. انت اسمك هند صح؟ صحيح. ما شاء الله ما شاء الله عليك. هند باريتين هالخيمه هاي؟ من اول ما شو اللي يوزلك الحين فيها انت؟ شو اللي عايب انك اكثر؟ شرح وايد شرح. شرح وتحسي بها نظيفه. كانك ياسه في بيتك صح؟ صح كانك في بيتك. ما شاء الله. هند ايش قال عرفت المكان؟ عن طريق زميلاتي والله اشهر الاداره على الترتيب والذوق كله كله. فنان وايد جايز لك المكان وايد لهالدرجه؟ زين صبري صبري صبري. انت عندك ريل؟ اللي شال الحراج. لا ماشي ريل. سمعوا الله يعطيك الريل. ليش تبيني امسح الكلام هذا؟ لا امسح ولا شياته. يمكن يظهر لك ريل؟ وايد يجي طلبات الحجم هذا والله الناس اذواق. شو اسمك وانت شو اسمك؟ انا اسمي عارف. وانت؟ عارف. ما شاء الله كيف الحين شو جابكم انتوا هالمكان؟ احنا جينا لان انت توصيت المكان والمكان طلع نفس وصيتك. فنان ولا فنان؟ توني انتم من بعيد؟ انا صورتك من بعيد. انت ما سمعت بالغرامه اللي الحكومه مسوت لنا 200 ولا 250000؟ ما تروعون؟ لا انا بروح. خليفه انت ما باخ انت عباره ولدي. الله يحفظك. خليفه انت شاب وناجح. كيف مو مولك؟ بيزات مولك؟ من وين جبت بيزات؟ انت ولد صغيروني. صحيح. من وين لك؟ راس المال. صحيح. محل في السيتي ووك
هو بهالديكورات هذي بيقولوني كيف عرفت الديكور؟ شفت أبوي الموقع ماله في الانستغرام وشفت ديكوره وعلمه وخبره وترتيبه كل شيء والمكان كلاس وراقي. فانا ما بقول اسمه، انا ما يخصني يا غير بسير الخلاف خلاف على الفاقه وبطالع شغله وترتيب موقع مميز وفنان. لكن ابوي هذا جايب نطه ونطيطه بمبالغ وين لك البيزات. بخبرك خبرني الصدق. نعم. منو مولك؟ طعمرك في عندنا في دبي بغرفة صناعة تجار دبي مبادرة اسمها تجار دبي. إيه حلو. هاي للناس زين، هاي للناس يأخذون الفكرة ويدرسونها وبالتالي يشوفوا إذا أنت كفى يعطونك تمويل مالي أم لا. فأنا نجحت في الاختبار. وأنت من وين يرتب خبر؟ أنت صغير في السن. صحيح. زين. طبعاً الاجتهاد والاعتماد على النفس له جزء كبير في هذا الموضوع. فمع الاجتهاد على النفس مع المثابرة الحمد لله قدرنا نقنعهم بتمويل مشروع في منطقة في دبي معروفة جدا. وفي النهاية سبحان الله أنت الإنسان من يجتهد الله يوفقه الحمد لله والله يرزقه. ودائما نحاول نشجع إخواننا وأخواتنا في هذا الموضوع. أنت لا تعد لا تقول شو اسم الدكان ولا شو علمه شو خبره. ها مالك مال الحلاوة مال الكيك يعني. نعم. إلا أنا شفت بس يسد ما بلاد ما خبر بك. أنا مع الوقت دوما يا نسيتو انشف عندي فرصة وخطة ريلي خطوات قدام المحل. أوعد في المستقبل بعد شهر شهرين ثلاثة ستة العلم عند الله اني يدخل وطالع سامانك وطريقة تصنيعه وخدمته ويسد ان مشروعك مشروع وطني 100% بدعم وطني وانت شاب وقدام في مستقبل. يعني الله يحفظك ويرزقك. ها ابن الدولة بس عليك ابوي من هالمغازل بس عليك يا رجل عيونك شوي بتطيح داخل التليفون. ريت والقط لكم ابوي هالريال الفنان فنان الامارات اللي هو فنان فايز السعيد والله بركه من ساعه اشوفه الريال بعد ما ادري شو اسمك ابوي بسام الترك. بسام الترك المخرج. المخرج ما شاء الله عليك. الله يحفظك. يا مرحبا يا مرحبا. حاك لا خليت منك. الله يسلمك. ياهي صدفة ياهي صدفة. الله صدفة يا الله. ترد الروح. أنت يا أبوك شوفك طولك يسوى عشرة ريايين. الله يطول. فناننا الغالي شيء جديد للعيد شيء متى؟ إخراجا ولا غناء؟ غناء ونفاق ومناسبات. الله يفرحك إن شاء الله مثل ما تفرح جمهورك. ويسعدك إن شاء الله مثل ما تسعد مشاهدينك. الله يطول. وعمرك وعمرك لا خليت منك.